السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الله يستر عليك. سؤال في شأن أمر تسجيل المكالمات، هل واجب أن أخبر الشخص أو أستأذن منه أن سأسجل المكالمة لسبب في أمر الشغل وأمر العمل، في ناس توثيق وإثبات أن حصل اتفاق بيني وبينك بكذا كذا كذا كذا؟ على العموم المقامات تختلف، مثلا فتاوى كالتي نفتيها، مثلا هذه الفتاوى مثلا على سبيل المثال، من غير ان تستاذن سجل كما تشاء، لانها مطلعه على الهواء يسمعها الناس كلهم، فاهم؟ لكن في مجالس اخرى تكون خاصه او رجل يفضي اليك، يعني واحد مثلا استشارتنا مثلا في زيد من الناس، قلت لها زيد من الناس الأولى عدم الزواج به مثلا، هل يجوز لها أن تسجل هذا الكلام وتواجهه بهذا؟ سيحصل مفسدة، سيحدث مفسدة. فالشاهد من هذا المقامات تختلف، مقامات التسجيل مكالمات تختلف، الأصل أنك لا تسجل إلا بإذن. تمام. طيب لو إلا إذا كانت فتاوى عمك هذه أو أي شيء عام، دروس علم عامة أو أي شيء عام، سجل لا بأس. طيب فضلت الشيخ، لو استبدلت ده بأن أنا أخرج من الحرج أن أنا استأذنه ويقول لي بتسجل ليه والكلام ده، لأن أنا أحتفظ أسجل عادي جدا وأحتفظ بالتسجيل لا يسمعه أي أحد إلا إذا أخرجته أستأذنه في خروج التسجيل، أقول له في تسجيل مكالمات عندي لو أذنت أن أنا أخرجه أو أن أنت تسمعه حتى تعلم اللي مش لازم. كان في الشغل يا شيخنا، مش في الحياة العادية. أيوة، عفوا في الشغل. الآن أسبر. الأنظمة الأمريكية وغيرها تلزم بذلك، الآن حتى لو أنت جالس مع المدير على الكرسي، هذا في كرسي وهذا في كرسي، والمدير قال لك افعل كذا كذا، كلام من دم لا يعتمد إلا إذا كتب المدير على الورقة أو الكمبيوتر وأرسل الرسالة لك حتى لا يجحد بعد ذلك، تفهم الكلام؟ فإذا كنت تحتاط لنفسك لا بأس. نعم، تفهمت؟ يعني اتجاه عالمي الآن، اتجاه عالمي عند الدول اللي بيسموها في الدنيا لها شأن في الدنيا، أقول لك تكون أنت جالس أنت وزميلك في العمل على كرسيين متجاورين، وهو يريد منك شيء، أقول لك يكتبه لك، يوثقه ويرسله لك، حتى إذا أنكر بعد ذلك أو أنت أنكرت عندكم ما يثبت. أما في المكالمة ما فيش مشكلة، إذا كانت عامة قلت لك، إذا كانت عامة لا بأس، لكن أنت تتكلم مع واحد تستشيره في شأن واحد من الناس. أنا عندي شركة عقارات. أيوة. فبسوق العقار، فبيقول لي أنا سوق لي هذا العقار وهعطيك كذا وهبيع العقار بكذا، تمام، هل لازم ان انا استاذنه في تسجيل ولا ممكن اسجل عادي جدا ولما اجي اخرج التسجيل واقول له في اتفاق مسبق وانت قلت بلسانك كذا، لو تسمح لي اطلعه ما تسمحليش خلاص، ولا لا لازم استاذنه قبل ما اسجل؟ هو ده الموضوع. والله انا انصح بالاستئذان. تنصح بماذا؟ بالاستئذان. الاستئذان، ايوه ده انصح به، لان احيانا تكون المسائل لها خطوره. حتى نحن نحقق في القضايا بين الناس، أول ما ندخل مجلس التحكيم، يا جماعة تفضلا كل واحد يخرج هاتفه المحمول على جنب، إلا إذا أذنتم كلكم في التسجيل لا بأس بكم، لكن اختيارنا كل الهواتف تخرج على جنب. نحن نكون في كلام فيه فضيحة، كلام فيه إدانة، كلام فهم على غير وجهه. شكرا لك.